أثناء جولة تصوير هذا المساء التقيت بالصديق والجار العزيز أبا رفيد حمد القطامين، وذكرني بسؤال وجه لفضيلة الشيخ محمد المختار الشنقيطي، وهو أحد المحدثين والعلماء في المسجد النبوي الشريف. وأترككم مع هذا المظهر وهذا المنظر ومع السؤال وإجابة الشيخ على ما وجه له بخصوص رعي الغنم. حياكم الله متابعينا متابعي البر والمقناص مع أبو النبراس. تربية الأغنام والماعز تعتبر خارج من خوارم المروءة، وهل تنصح طالب العلم بعدم تربيتها ورعيها وجزاكم الله خيرا؟ أما هذا السؤال فمن أعجب ما يكون. تربية الغنم من خوارم المروءة. النبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم صلوات الله وسلامه عليه، وقال عليكم بالأسود منها فإنه مبارك، الذي يكون بأرض الحجاز المعروف. وقال وما من نبي إلا وقد رعى الغنم. وقال عليه الصلاة والسلام يوشك أن يكون خير مال المرء غنيمات يتتبع بهن شعث الجبال ومواضع القطر من الماء فارا بدينه من الفتن. وهذا يقول خوارم مروءة. سبحان الله. تربية الغنم قال بعض العلماء إنها خير وبركة، فهي من المال المحمود الذي وردت السنة بحمده. والنبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم، ويقول ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قال بعض العلماء لأنه برعاية الغنم يتعلم على سياسة الناس واللطف بهم، ولذلك قال دعوا لي أصحابي إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أضل بهمة فهو يتألفها الواحدة والثانية. فهذا كله يعين ويروض الإنسان على قيادة الغير. فتربية الغنم ليست من خوارم المروءة، وهذه الأحكام العجيبة الغريبة لا ينبغي للمسلم أن يشتغل بها، مصادمة للسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والوصية بها في آخر الزمان. فلا تخرم المروءة رحمك الله، وإنما هي لمن تيسرت له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قام بها وعملها، والله تعالى أعلم.